السلام عليكم يا اخوان، كي دايرين؟ بخير، كل شيء مزيان. اليوم بغيت نعطيكم واحد الموضوع جد جد مهم للاخوان المبتدئين اللي كيعانيو من مرض الميكوبكتيريا والكوكسيديا، وما عرفوش ربما الطريقه الصحيحه باش يداووا الطائر، او ما استعملوش الدواء بطريقه صحيحه، ولا الطائر ما كيشربش هذاك الدواء وما كياخذش الكميات الكافيه باش يكون عنده نتيجه. اليوم انا بغيت نشارك معكم واحد الدواء فعال جدا وعن تجربه، وهذا الطائر اللي كتشوفوا امامكم فهو كان غادي يموت لي العام الماضي بسبب مرض الكوكسيديا الذي ادى الى انتفاخ امعاء حتى وصل المخرج ديالو، واللي كنسولو الناس ما عندهاش تجربه، اللي كنسولو كيقول لي هذا مرض الكبد، غير كيشوف ديك الزروقيه هابطه كيقول لك راه الكبد، ولكن هذاك ماشي الكبد، هو هذوك امعاء ديالو تنفخو مسكين وكان غادي يموت. وجربت تقريبا كاع التجارب درتهم والو، ودرت واحد الدواء وتبعته مده طويله تقريبا ما يزيد عن شهر، ما يزيد عن شهر حتى ولا الطائر بخير وعلى خير الحمد لله. وانا جيت باش نشارك معكم هذا الدواء. وبالنسبه للاخوان اللي تيقول لك اودي هذا الدواء ماشي فعال، فهذه عن تجربه جربته وهو فعال لمرض الكوكسيديا. خاصك غير تعرف الطريقه الصحيحه كيفاش غادي تخدم به. هانتوما كما كتشوفوا امامكم الدواء هو هذا، هو هاد الصاشيه هادي ديال البي اس بيتخ سبيجي فيرتيرين، هو هذا دواء ديال بلجيكا، دواء رائع جدا. وهانتوما كما كتلاحظوا معايا فور دو تريتمون اوف دو كوكسيديوس تريكومينيسيس اند هيكسيمي، مهم قبلوا على القرايه. المهم الدواء هذا راه مصمم خصيصا للكوكسيديا، وانا حتى كنت غادي نفتح هذا سميتو باش نوريكم الطريقه. هذه قرعه ديال هو راه اصلا دايرين فيه صاشيه وحده كديرها في 2 لتر، 2 لتر صاشيه وحده يكون ماء معدني او ماء ديال القله ولا ديال الطين ديال القربه ديال الطين يعني. فهو انا يلا الله فتحتها، ها هو الطرف الاخر ديالها، وهذه قرعه، هذه قرعه ديال 2 لتر ديال الماء ديال القله ديال القله يعني ديال القله ديال الطين. وانا عندي واحد الانثى مصابه بهذا المرض ديال الميغا بكتيريا، وبدا كيتحول ليها الكوكسيديا، وهي كتبان بخير وعاديه ناشطه، هي في مرحلة تغيير الريش، ربما أثر عليها هذا المرض باش ما خرجتش من البدالة بحالها بحال خوتها يعني، بقى معطلة حيث المرض كيأثر. وهاد ملي كيكون عندك طائر مريض راه ماشي كتقدم ليه غير الدواء فقط وكتحبس، الطائر خاصك تعطشو مزيان واحد ساعتين على الأقل ولا 3 سوايع وهو عطشان، وتكون شمستيه ولا راه انت كتشوف فيه بطبيعه الحال. ومنين كتحط ليه الماء في المشربيه راه كيشرب نيت واحد 7 ولا 8 ديال الخطرات وهو كيشرب، يعني كيستافد من داك الدواء، ويقدر يشرب ونخليه انا واحد ربع ساعه ولا 20 دقيقه ونجي نحيد ليه ثاني ديك المشربيه ونخليه واحد ساعتين وثلاثه ثاني حتى يعطش مزيان ونعاود نحطها ليه ويشرب، نديرها ليه شي 3 فوا بار جور هاد القضيه هادي. ويوميا تبقى تعاود الكره يوميا اوموان دير هذه القضيه، واخا غير مره وحده ديال تحيد ليه الشرابات ديرها مره وحده في النهار ويشرب مزيان هذاك راه ربح، وتعاود ليه القضيه حتى تشوف الطائر ديالك كله بخير والبراز ديالو ولا بخير وكل شيء ولا مزيان. هذا دابا راني عطشتو من قبيله وهو تيقول لي راه بغيت نشرب، راه كيشوف في الماء دابا راه باغي يشرب. قلت لك حتى كتشوف الطائر ديالك وتحسنت الصحه ديالو ولا بخير، ديك الساعه
كتعاود تحبس عليه الدواء هذا، كتعطي شي مطهر الكبد افيكول، وكتخليه ثاني تعطيه الماء عادي واحد المده، وكتعاون بخل التفاح احماض ضروري. خل التفاح حتى هو تبقى تعطيه بنسبه مدوزي، تبقى دير ليه واحد 10 القطرات ولا 15 قطره في الشرابو، تعطشو مزيان وتخليه يشرب حتى كيبرى الطائر تماما، كيولي بصحه جيده، كيولي بخير وعلى خير. هاد الفيديوهات انا كنديرهم غير باش يستافدوا معنا الاخوان، الناس اللي مبتدئين والناس اللي كيلقاو صعوبه وكيبقاو يقلبوا وما كيلقاوش وما كيعرفوش، وكاين شي وحدين كيبقاو غير بالهضره ولكن راه ما كيفيدوكش شي افاده اللي مزيانه. وكذلك خاصك تعطيه ملي كيكون هو مريض، راه ما كيقدش يهرس الزوان ولا البراقه كما كيقولوا الاخوان الجزائريين، ما كيقدش يهرسها الحسون. يعني خاصك انت اما تهرسها ليه ولا تجيب ليه حبوب بيريلا ولا الشيا ولا شي حبوب اللي سهله الكسر، وتعاونوا بالتفاف والهنديباء الشوك حتى كيشد صحته مزيان وكيولي الطائر بخير. المهم هذا هو درسنا اليوم. انا خاصني ندير الدواء دابا هنايا في هذه القرعه هذه، انتما كما كتشوفوا معايا يد واحده كتصور ويد وهذا الدواء راه ما كيخسرش، يعني خاصك تحطو مثلا في شي بلاصه اللي درجه الحراره عاديه، ولا ديروه في الثلاجه راه يقدر يبقى عندك مده طويله. حنا علاش كنديروه في 2 لتر؟ غير باش ما نتجاوزوش هذيك الكميه اللي مسموح بها وتمرض الطائر ديالك كسر، تعطيه شي حاجه اللي تقتلو. يعني تنديرو غير ديك الكميه اللي دايرين لينا هما، يعني باش غتبقى تفتح انت الساشي وتهز منها بالموس دير شويه في الشرابه وتعطي للطائر، انت ما عارفش الكونتيتي شحال غتعطيه تقدرو في صحته. هادشي اللي كاين الاخوان، وتقبلوا منا هاد المعلومات وهاد النصائح. ولا كانت شي حاجه اضافيه لهادشي اللي كان يعاوننا بها شي واحد يكتب لنا في التعليقات. وتحياتي لكم وشكرا لكم.